مساء الخير والسعادة، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت عبدو شيما. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا شيما؟ عامل ايه؟ عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ كويس. البرد دخل علينا، الجو ساقع أوي، شتينا خلاص، خلاص بس جاي متأخر على مش فكرة. عارفة هو فيه السنة دي أنا مش عارف على ما فين وصل لنا تقريبا. عبل ما جاب هو وصل. نبدأ بأحرى، يعني نبدأ الأول نرحب بضيفنا أستاذ محمد. نرحب بضيفنا الأول. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أستاذ محمد عيد صاحب محل سكر الملابس. الملابس. نورتنا النهارده أستاذ محمد. أستاذ محمد طبعا احنا هنرجع ليك ونعرف الكوليكشن الجميل جدا بتاع الشتاء وشغل الشتاء، بس احنا ايه، احنا دايما بنحب نبدأ في برنامجنا متميزين في المطبخ. أكيد. فهنروح بقى للمطبخ والنهارده بانه بيت بقى أستاذ محمد، فطبعا المطبخ أساس البيت طبعا. فاحنا بقى النهارده مشاهدينا معانا الشيف المتألقة فاتن فايز. نرحب بيك يا شيف. اهلا بيكي. انت صاحبه قناه اي بي سي صفرا؟ تمام. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيف، منورانا في بيت عبده وشيما. النهارده تقريبا انت قلت لنا يا شيف هتبقى حاجه مفاجاه. مفاجاه النهارده لاول مره هنعملها وعلى الهوا. أيوة. هنعمل ايه بقى الوصفه بتاعتنا؟ الوصفه النهارده طبعا بمناسبه الشتاء داخل علينا، يعني دي وصفه طبعا بتحس بالدفء لما بتاكلها، يعني بتبقى حلوه جدا في الشتاء. وهي كوارع. انا هعمل طاجن كوارع بطريقه جديده. هنعمل طاجن كوارع في بيت عبده وشيما. حاجه بقى مرة. ايه باور لاول مره على فكره، اول مره هنعملها معانا، فهنبدا بيها على طول ان شاء الله. واحنا نبدا ونبدا بالمقادير بتاعت دي فتت اللي ايه، لا دي مش الفته، دي الطاجن الاول. هنبدا طاجن 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 فتت، طاجن كوارع في الفرن. طيب المقادير ايه؟ لا دي الفته، احنا عايزين الطاجن. احنا عايزين مقادير الطاجن الاول. ايوه هتنزل معانا. طيب اتفضلي يا شيف. اتفضلي يا شيف، نبدا على طول. انا اول حاجه هعملها طبعا احنا هنحط البصل. تمام تمام. هنحمره بس مش هنحمره جامد، يعني يا دوبك بس كده يتشوح في الزبده. تمام. طيب الطاجن الكوارع في الفرن موجود معانا دلوقتي على الشاشه، المقادير بتاعته. اللي عايز بقى ايه يتابع معانا يتابع بسرعة. بتبقى صوروه. ايه الأول. هي كوارع مسلوقه ومتقطعه قطع صغيره، وشوربه كوارع وبصله كبيره وخمس فصوص ثوم فريش وفلفل الوان اصفر واخضر واحمر وطماطم وكزبره وملح وخل، يعني في حاجات بس الطماطم مبشوره، يعني مش مضروبه في الخلاط. مبشوره يعني ما تبقاش مضروبه. لا ما تبقاش مضروب. طب ايه الفرق؟ يعني هتبقى في يعني إيه؟ بتبقى ماسكه نفسها شويه عن انها مضروبه، بتبقى عامله زي الميه شويه، لكن هي كده اكنك مقطعه قطع صغيره قوي. صح. بس هي مبشوره احسن، زي ما كنا بنعملها زمان يعني. هنا كانت بتعملها زمان. احنا بنبدا بقى في ايه في الاول؟ انا دلوقتي حطيت السمنه، انا عاملاها بسمنه بلدي. تمام. سمنه بلدي. وهبتدي احط بعد كده البصل والثوم. البصل والثوم. تمام. وطبعا الكوارع بتحب جدا الثوم. الثوم فيه بيبقى الكوارع والفته كمان، والفته بتحب الثوم بالخل. الثوم ان شاء الله تبقى تعجبك. شغال تمام. هو تقريبا بس عايز يسخن شويه. لا مش تمام. شغال قوي. نحطه ممكن هنا. اوكي تمام. تمام يا شيف. دي بنبدا بقى ايه بالسمنه البلدي. دي طبعا بتدي نكهه عن اي حاجه ثانيه، عن الزبده او اي حاجه عاديه. سمنه حلوه جدا كمان يعني، بس طبعا دسمه جدا، سعراتها الحراريه كبيره. يعني هي اصلا كمان الكوارع سعراتها الحراريه يعني عاليه جدا، بس مفيده يعني. هتنفع تاكل منها يا عبد ولا لا؟ اكل منها طبعا. ما قلت لك فيها سعرات حراريه عاليه جدا. بس خلي بالك هي فيها فيتامينات وبروتينات. الكوارع معموله في بيت عبده وشيما، ما ادوقش منها ازاي يعني؟ ايوه. هي عامه فيها نسبه دهون عاليه وفيها نسبه بروتين وفيتامين حلوه جدا. وكمان الماده الجيلاتينيه اللي فيها حلوه جدا. مش عايزه اقول لك انا يعني تقريبا كل كم مده بسيطه كده بعملها لعبده، مش حرمان من اي حاجه. كل كم كوارع بيلاقي اكل كل الوصفات. مش هبعمل لك على طول دايما. على طول. بس هي ما ينفعش تعمليها على طول لانها دسمه. المهم ان انا ممكن يعني مره في الشهر او مرتين في الشهر يعني. المهم ان انا عايزه يعني اوصل لحضرتك والمشاهدين ان انا بعمل له اكل في البيت. ده اللي عايزه اوصله. اهم حاجه بتعمل اكل. هي كل ست بتعمل اكل في البيت. بس المهم اللي ياكل. والمهم الايه، النفس زي ما بيقولوا. صح. ايوه بس كده. عايزه اقول لك النفس ده بيرتبط بالحاله النفسيه. الله ينور عليك. والله يعني الست طول ما هي مرتاحه ومبسوطه برافو بتعمل اكل طعمه حلو جدا. طيب رساله لكل الازواج اللي بيتريقوا على اكلات زوجاتهم، انتوا السبب يا جماعه. ايوه انتوا السبب. ظبطوا نفسيتها مرتاحه. ايوه والله فعلا بجد. فعلا استاذ محمد ايه رايك في الكلام المطبخ والكلام اللي بيتقال ده؟ صح، معاها حق جدا ما شاء الله عليها الشيء. طب وانت بتاكل اكل كويس ولا الاكل عامل ايه؟ المدام بتعمل اكل كويس؟ بتاعت المدام طول ما هي تمام بدوق احلى اكل. احلى اكل. واليومين دول الحمد لله. والله الحمد لله. هو صريح على فكره، انا مش هطلع نفس الاكله بطعم نفس. مش هتبقى حلوه فعلا. هو صريح بيقول كل حاجه. بيقول لك طول ما المدام تمام بياكل احلى اكل. هي على طول الحمد لله تمام يعني. متاكد؟ انا جوايا ورايح. ربنا يخليكم لبعض. يا رب ربنا يخليكم.
طب وايه رايك في المطبخ؟ بتحب تقف في المطبخ او تعمل حاجات ولا؟ الحقيقه ما خالص. انت تاكل بس لا بقى ذواق ذواق حلو. مفيش ملح، الملح قليل، الملح قليل بس بفضله قليل احسن ما يبقى كتير يعني عشان نقدر نتحكم فيه. لا ما لا يعني انا ريحتهم في البيت، قلت لهم قللوا الملح وهاتوا لي الملح قدام. والله انا بعمل نفس ده على اساس ان انا ما بحطش ملح في الاكل يعني. لا الملح يبقى قليل وباخد الملح معايا. صح تمام ماشي، احسن احسن ما يبقى الملح زياده وما تعرفش تاكل بالظبط. احنا دلوقتي نزلنا البصل كده. احنا حطينا البصل لسه بس عايز شويه كمان بس يدبل شويه. انا مش هحمره ولا هصفره، هو بس يدبل. بس اللي بيحب ان هو متحمر، لان هو طول ما هو يعني واخد يا دوبك تشويحه كده بيقرقش في البق. لو انت لو حد ما بيحبهوش يعني باين وظاهر فيحمره، يحمره اكتر. تمام يا شيخ. طب وبعد الخطوه دي بنبدا في ايه بعدين؟ بعد كده هحط الثوم بقى وهحط الطماطم. ثوم والطماطم تمام. يا دوبك الطماطم تنشف بقى ميتها، اروح حاطه شوربه كوارع تاخد غلو، ونحط الكوارع فيها ونحطها في الطاجن وندخلها الفرن. هحطها في الفرن طبعا قبل ما انا تاخد بقى شويه سوا. نبدا مع استاذ محمد ونرجع لاستاذ محمد صاحب محل سكر للملابس. اهلا بيكم، منورنا. واحب بقى ايه في البدايه كده واسالك يا استاذ محمد، فكره المحل اصلا كبدايه جات لك منين ان انت تعمل محل، واشمعنى محل ملابس؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني ابتديت الفكره تقريبا 12/2014، اخر سنه 2014. كنت حابب ان انا اعمل حاجه جديده مميزه مش منتشره، يعني حبيت ان انا اميز نفسي في الملابس، بس مش ملابس وخلاص، لا اميز نفسي كمان في الملابس مش زي اي محل ملابس. ربنا هداني للفكره والحمد لله دعمني فيها جدا استاذ محمد صلاح ابن عمي اخويا الكبير ما شاء الله عليه، يعني وقف معايا ودعمني وقدرنا ان احنا نعمل حاجه حلوه مع بعض. والحمد لله يعني بنحاول ان احنا نطور كل يوم من نفسنا اكتر واكتر، يعني مش واقفين على حال يعني. طب احنا عايزين برضه نعرف من حضرتك يعني ايه اللي بيميز محل سكر عن باقي المحلات؟ يعني الحمد لله رب العالمين بنحاول ان احنا دايما نعمل عروض مختلفه. طبعا احنا يعني حتى عميل المحل عارف ان احنا لينا عروض كل اسبوع، بنعمل عرض جديد. انا مش عايز اقول لك ان انتوا ليكم يعني المحل ما شاء الله ليه جمهور رهيب بجد، يعني كتير جدا من وقت ما البيج بتاع البرنامج بتاع عبده شيما نزل ان حضرتك تكون معانا، يعني كميه كومنتات فظيعه وكلهم بيشكروا فيك يعني. فبالتوفيق دايما. اتفضل. سمعت حضرتك طبعا والبرنامج ما شاء الله عليكم يعني. ومسي لي اصلا البيت دعوتنا وكنت معانا النهارده. ربنا يخليك، ده شرف لينا، شرف لينا طبعا. عشان نتاخر ربنا يخليك. والحمد لله رب العالمين يعني بنحاول ان احنا نعمل كوليكشن كل اسبوع. بنقدم كوليكشن جديد، بيبقى الكوليكشن مش عرض يعني مثلا بنعمل عرض على اللي موجود، لا عرض يعني كوليكشن جديد كل المحل، شغل جديد، ما فيش حاجه من اللي موجود قبل كده. ولو موجود حاجه بتبقى حاجات بسيطه جدا، لكن ضغط المحل كله شغل جديد يعني. انت تقريبا اسبوعيا اللي يروح عندك هيلاقي كل مره حاجه جديده، مش هيروح هيلاقي نفس اللي شافه. فده يخلي الناس تروح اكتر وتروح كل شويه عشان تعرف ايه اللي نازل تاني. صحيح، دي حقيقه. اكيد يا مستر محمد. احنا ايه يا معلم، هنرجع للشيف، بس قبل ما نرجع للشيف احنا معانا ايه اتصال تليفوني. طيب. ام انس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ام انس منورانا. الله يبارك لك، اتفضلي. اتفضلي معايا. ربي يخليك. والله بشكركم جميعا، بشكر استاذ محمد صاحب مصنع سكر. ربنا يخليك. وعايزه اقول لك يا استاذ محمد ان شاء الله من نجاح لنجاح يا رب، وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليكي. ولو ينفع اطلب من حضرتك خدمه. اتفضل. اتفضل. لو في بس حاجه معينه او حاجه شخصيه حضرتك ممكن في كنترول تسيبيها، لكن لو عايزه تقولي حاجه عامه ماشي، لو في حاجه شخصيه الكنترول هيرد على حضرتك وياخدها منك بره. شكرا. ربنا يخليك. طب ممكن لو رقم تليفونك ان شاء الله في الكنترول هيتواصلوا معاك. مع الكنترول. ماشي، شكرا ليكي جدا. شكرا شكرا. الناس عايزه حابه تتواصل معاك بسرعه. احنا لسه يعني ما اتكلمناش في الكوليكشن موجود معانا والعروض، يعني لسه في مفاجآت يا جماعه في محل سكر ان شاء الله. طب نروح كده للشيف، الريحه بدات تطلع واخد بالك؟ ايه الاخبار؟ عملنا ايه الدنيا؟ انا كده حطيت خلاص البصل والثوم. تمام وحطيت طماطم بس هتسبك يعني الميه بتاعتها تنشف. وبعد كده نحط بقى الفلفل الالوان والكوارع ونحطها في الطاجن في الفرن ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. احنا ممكن برضو نجهز الفته دلوقتي، هي جاهزه حاجتها. طيب اوكي، على ما الحاجه ماشي. يعني هي الفته انا عامله رز ابيض عادي بالسمنه البلدي. الفته لازم رز ابيض ولازم بالسمنه البلدي، رز ابيض ما ينفعش من غير سمنه بلدي. تمام. وعاملاه عادي جدا، بحشوحه في السمنه. هو العيش اللي معانا ده وده ده عيش محمص، ده عيش لبناني مش الكوارع دلوقتي برضو. المقادير بتاعتها معانا على الشاشه علشان اللي حابب يعرفها او يعرف هي بتتكون من ايه.
رز مصري وعيش محمص. شوفي انت العيش ده انت محمصاه في زبده ولا في لا لا في زيت عادي؟ اكيد محمر بطاطس اه في زيت عادي بس وتوم. دي الوصفه معانا بس ايه كانت على الشاشه المقادير بتاعتها الناس متابعه معانا. طيب ماشي يا شيف احنا نبدا. انا قطعت العيش عادي قطعتي عادي بس قلبته في توم وبليمون وملح وكده قلبته ببعض وبعد كده حمرته في الزيت زي البطاطس بالظبط. بيتحمر ويقرمش. انت لو حباه مش حابه دسامه يعني انت ممكن يا دوبك معلقه صغيره سمنه وتقلبيهم في بعض تدخليه في الفرن. تمام تمام اوكي. انا دلوقتي بقى هسيب بس طب يا شيف نخلص الاول الطاجن ونظبطه الطاجن كده انا مستنيه كده تمام الطماطم بس هجهز بس تمام ونبدا هنرجع لك تاني قبل ما نبدا نجهز طيب. ما تشوفي تعملي في الوصفه الثانيه تمام ايه استاذ محمد بقى نرجع له والحاجات بس انت واخد بالك لبس الشتاء ده عارف بيديني احساس ان انا عايزه اروح الفرو دي اخليها جنب هنا تخليها جنب ديدو ديدو ابني بيحب الحاجات الناعمه جدا ما تغلاش على ديدو طبعا وده يخليني نسال سؤال واعرف من استاذ محمد الخامات انت بتراعي الخامات في وجوده الخامات عندك في المحل الحمد لله رب العالمين دي اكتر حاجه بتميزنا وزبوننا هو اكتر حد بيشهد بكده ورينا بقى كده حاجه من الحمد لله خاماتنا حاجة معروفة وحاجة محترمة جدا يعني الحمد لله ودي شهادة يعني دي بيشهد ليها يعني الزبون بتاعنا اكتر حد هو بيشهد بالموضوع دوت يعني من ناحية الخامات والموديلات والاذواق بتاعتنا الحمد لله رب العالمين. لا وكمان يا عودة بقى اللي لفت انتباهي ونظري للمحل ده كمان وناس كتير جدا بتحب تروح له العروض الاسعار يعني رغم ان هو لبس شتوي دايما اول ما بندخل الشتاء ونجيب لبس شتوي الاسعار بتبقى نار لا انا مش هشتري لا الاسعار غاليه غاليه فعلا لكن بصراحه محل سكر لا يعني هو يعني في ما في معانا عروض واسعار يعني حلوه جدا وده اللي سمعناه عنكم ان في عروض كتير فايه اخبار العروض معاكم الحمد لله والاسعار فعلا والله احنا بننزل السعر الحمد لله وبنراعي ربنا فيه جدا وبيبقى هامش ربح بسيط جدا 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 مقابل ان احنا بنقدر عايز يعني هدفنا ان احنا نبيع اكتر ونقدم للعميل اكتر عدد قطع معين خلال الموسم كله فالحمد لله يعني رب العالمين ان 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 دي حاجه بتميزنا يعني في يعني مثلا اسعار الرينج بتدي من كام مثلا يعني تقريبا ممكن اوقات من 15 اوقات من 25 ده لو في الوقت الحالي لو في نهايه 15 جنيه 15 جنيه واوقات 25 في الوقت الحالي في الموسم لما في نص شويه او في اخره بتبقى من 5 جنيه ومن 10 جنيه كمان بجد والله اقصى سعر في المحل الحمد لله رب العالمين في كمان بيتميز محل سكر ان هو اطفالي ورجالي وحريمي في حاجات اطفالي من اول حاجات صغيره الاطفال لغايه الرجال والحريم طيب انتوا مستنيين ايه بيقول لك 5 جنيه و10 جنيه و25 جنيه بس حاليا من 25 الاقصى سعر 95 وطبعا دوت ما بيبقاش شامل الجواكت الجواكت هي اللي بتبقى سعرها اعلى شويه بس طبعا بتبقى حاجات قيمه حاجات موديلات عاليه جدا ما شاء الله خامات محترمه وبشهاده حتى لو سعرها عالي شويه عمرها ما هتكون زي المحلات الثانيه يعني سعرها طبعا اقل كتير من الخامات عمرها ما بيكون زي اي مكان الحمد لله الخامات يعني اللي بيمسكها بايده هو اكتر حد بيعرف الخامه دي عامله ازاي لا ما شاء الله يعني شايفه خامات كويسه جدا شكلها سعر ما شاء الله وبرده احنا معانا كوليكشن صور لبعض شغل صيف وشتوي فيه حاجات وحاجات هنعرضه برضو علشان الناس تقدر تشوفه وتعرف اكتر ده كده من داخل المحل سكر صح؟ داخل محل سكر في توخ هو المكان فين بالظبط توخ؟ توخ اليوبية شارع احمد عبد العزيز امام وحدة ترخيص المرور بالظبط تمام ده كده من داخل المحل الكوليكشن بتاع الشتاء السنة دي مظبوط وطبعا اللي عايز يتابع يعني كوليكشن اكتر صفحة المحل اسمها سكر توخ بالعربي سكر بالعربي سكر توخ سكر توخ بالعربي عليها ما شاء الله صور كتير جدا يعني ملهاش اخر يعني ما شاء الله لاني باستمرار كل عرض العروض اسبوعيه وباستمرار بننزل يعني كل كوليكشن بينزل لازم ننزل كم ده لبس اطفال بقى الجزء ده عرض اطفال كنا عاملينه الشتاء ده برضو اسعارها في الرجال دي الحمد لله بيبقى اعلى حاجه في الاطفال 120 وبيبقى الجواكب بس شويه صغيرين يعني المحل اصلا اعلى حاجه 95 120 ده صوره المحل من بره دي صوره المحل من بره ودي وشغل الاطفالي برضو موجود ومتاح رجالي بسم الله ما شاء الله مليان جدا العرض ده كان بيبدا من 10 جنيه وكان اعلى سعر 95 10 جنيه صدق عرض موجود 10 جنيه وحاجات قيمه في ال 10 جنيه يعني انا مستغربه والله فعلا وبعدين اللي هو يعني انت فعلا يعني صريح وصادق في كلامك يا استاذ محمد في حاجات سواريه 10 جنيه ولا
وبرده للعلم ان 10 جنيه ده مش مكسب فيه، ومفيش مكسب يعني مكسب ايه بس يعني لا انا عايز اجيب الزبون عشان ياخد اللي فوق يعني انا الله ينور يشوف ده ويشوف وفي نفس الوقت برده يعني بميز نفسي بالقطع اللي انا ببيعها برده يعني الحمد لله رب العالمين لحد النهارده بيجي لي زبون بيشتري وبيقول لي انا واخد منك القطعه دي الشتاء اللي فات اللي قبل اللي فات اللي قبل قبله ويقول لي سعر انا نفسي استغربه يعني انا ببيع بالسعر ده والاسعار بتزيد وبنحاول ان احنا ما نزيدش في الاسعار يعني انت بتعتمد على هامش ربح بسيط بس تبيع كميه والهامش بيقل تلقائي لان فعلا الجمله بتزيد علينا السعر نفسه بيزيد علينا فاحنا بنضطر مش هنقدر نعلي سعر الزبون عشان برده نقدر نميز نفسنا ونقدر نقدم حاجه جديده ومختلفه. طب احنا برضو عرفنا بقى ان حضرتك بتوزع هدايا كده وعامل عروض واي حد يروح ياخد قطع ببلاش وحاجات كده غريبه يا عبده. دي الحمد لله يعني ده حاجه صح الكلام ده؟ فعلا دي حقيقه. دي الحمد لله حاجه انا افتكرتها برضو موضوع تقديم الهدايا. كان اول حاجه عملتها اول عرض عملته هدية كان 2015 وكان كنت على الفيسبوك كنت لسه عامل الصفحه الجديد بتاعه المحل وكتبت كومنت هنا يساوي قطع هديه مننا. يعني انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل وايه الحمد لله التفاعل ما كانش جامد قوي بس يعني كان لسه دي البدايه بقى ما كانش لسه كتير على البيج يعني كان الحمد لله عندي زبون بس مش كله على البيج فابتدى ان شاء الله دلوقتي ما شاء الله يعني عندك جمهور الحمد لله عندك ناس كتير وبرده معانا احنا صور للعروض بتاعت الصفحه بتعمل عروض على الصفحه كتير جدا عروضك يعني كل شهر كل قد ايه بتبقى تقريبا في الشهر اربع مرات يعني بنحاول نقدم كل اسبوع عرض يعني كل اسبوع كل اسبوع عرض وبنعلن قبلها يومين او ده البيج بتاع السكر توخ دي البيج بتاعت الفيسبوك تمام اللي عايز بقى يتواصل معاه ويعرف العروض العروض بتنزل هنا على البيج على البيج اي عروض او اي حاجه بتنزل المحل لازم بنعرضها على البيج اسعار 25 50 اسعار بسيطه وبنقي شويه موديلات بننزل صور ليها بس نعرف يعني عينه بسيطه بس من الشغل اللي موجود عشان نعرف الزبون بتاعنا الحاجه الكوليكشن اللي موجود عامل ازاي تمام ومعانا برده صور للايه اللي بتاعت العروض اللي بتحصل ايه دايما وبتنعمل بس انا عندي حاجه تانية حلوه جدا بقى اتفضل انت اكيد ما بتتعبش مع المدام انك توديها تشتري حاجات صحيح. ولا الولاد ولا اي حاجه انت بتجيبهم تقول لهم خشوا اتفضلوا اتفضلوا خدوا اللي انتوا عاوزينه واخرجوا بره الحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله يعني من بند بس في بنود لا لا بس انت ارتحت كده مهم جدا على فكره الحمد لله الراحه يعني انا خناقاتي دايما في الراحه ان انا هروح محل ولسه لازم وفي ميزه جميله يا استاذ عبد الرحمن ان انت بتلبس على مزاجك لا انا مش على كده لا بص ده بيدخل لها بيدخل يعني ده دلوقتي بنوجه رساله للمدام اللي انت عاوزاها يا حبيبتي جيبيه طيب احنا معانا دلوقتي كمان بتاعت العروض على الهواء دي العروض اللي بتتعمل بقى اسبوعيا تقريبا كل اسبوع بيبقى في عرض مكتوب معانا 15 قطعه ده العرض اللي هو بتاع 2015 ده اول عرض اتعمل اللي هو كومنتك هنا كومنت هنا يساوي قطعه هديه قطعه هديه من عندك واللي عمل كومنت جاخد قطعه قطعه هديه كومنت بس كل دول بص على كل الاكونتات دي كلها لهم هدايا كل اكونت ليه هديه انت متخيل لا الحمد لله احنا معتبرين الهدايا يعني حاجه نميز بيها نفسنا واحنا الحمد لله انا مش بدعي ان انا اول واحد بس الحمد لله ان شاء الله يعني شاء الله. دي حاجه مميزه وناس كتير بتشهد لنا احنا فكره ده الحمد حقيقة لله يعني رب العالمين ده حقيقة يعني حتى بالصوره بتاع اول مره عملت شكرا فيها قطعه ده كده التقارير الصور بتاعتنا بعتبرها العروض متجدده دايما بعتبرها الدعايه بتاعتي يعني هو مصروف الدعايه بتاعي هي القطعه الهديه دي ان انا افرح الزبون بتاعي وفي نفس الوقت انا بقدم له حاجه برده بفرحهم فانت اكتر حاجه تفرح اي حد في الاول كنت ممكن اعمل فاتوره يعني مثلا فاتوره 200 جنيه 150 جنيه او قطعه ب 100 جنيه هديه بعد كده لا قلت لا انا افرح 10 20 50 واديهم قطعه ب 10 او ب 15 او ب 25 احسن كمان متفاعلين مع حضرتك على البيج بتاع الشغل طبعا طبعا الحمد لله ما هو دايما الهدايا بتبقى لعملائنا الاكثر تفاعل الاكثر تفاعل الاكثر تفاعل دايما بكتب على الصفحه كده يعني اللي بيتفاعل هو وطبعا يعني في ناس بتتفاعل وما بيبقاش حظهم حلو معانا بس ان شاء الله بيكسب دايما بنحاول نختار ناس جديده يعني لا ما شاء الله في ناس كتير جدا كسبانه يعني اكونتات كتيره جدا ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين نرجع كده مع الشيف نروح للشيف بقى عشان الريحه يعني طبعا يا شيف الروائح الحلوه بدات تظهر انا كده عملت الفته بس هي ناقص لها ما شاء الله الطماطم ودي الفته والثوم والله يعني دي مش حاجه حلوه ما شاء الله تاني كده ونقول ده الرز الابيض العادي الرز الابيض العادي اللي عملناه احنا قبل كده والعيش اللي انا محمصاه حطيت عليه فتت حطيت عليه الطشه بتاعه الثوم والخل وعليها الخل عليه شوربه معهوش ميه عليه شوربه الكوارع من الشوربه نفسها وقلبته ببعضه وبعد كده عملته بالطريقه دي وبنعمل الصوص بره بقى عباره عن دي طماطم مضروبه ولا دي مع لا دي مضروبه بقى دي مضروبه عشان عايزاها خفيفه دي عايزها خفيفه تمام بس هي بتتعمل بالثوم بس عملت حمرت الثوم
تمام. وبعد كده حطيت الطماطم عادي والتوابل بقى كزبره وملح وفلفل اسود. مش عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي بجد. والله فظيعه. تمام يا شيف. تمام. قبل ما شيف تجهز الوصفه ناخد من الاستاذ محمد عشان اوقاتنا يعني الحلوه بتخلص بسرعه، بس عايزين نعرف انت ايه رايك في موسم الشتاء السنه دي؟ هل هيطول معانا ولا الموسم هيكون قصير؟ عشان الناس بتقول موسم الشتاء جه متاخر، لا هيخلص بسرعه، فايه رايك انت؟ هي صحيح بقت حسبه يعني بقت تبرجل الناس قوي، وبقت تبرجلنا احنا كتجار اكتر من اي حد يعني بصراحه، يعني لان احنا بنحسبها كويس قوي الموسم هيبتدي امتى وهيخلص امتى، وبيبقى ليها شويه حسابات عندنا كده. بس للاسف الحسابات دي كلها ما بقتش، بقى لها شويه كده ما بقتش تبقى مظبوطه خالص. بس هو المتوقع السنه دي ان الشتاء لا قاعد معانا شويه. والله هتقعد يعني جت متاخره بس هتقعد معانا شويه. لانه ابتدى متاخر، فيعني متوقع ان هو لشهر 4 على الاقل يعني باذن الله. طب استاذ محمد، طب هو ليه دايما اللبس الشتوي بيبقى افضل وبيعيش اكتر عن اللبس الصيفي يا محمد؟ والله هو دايما الشتوي احسن، وحتى يعني الشتوي اشيك يعني أشيك. بس موضوع يعيش اكتر دي عندنا في محل سكر الحمد لله رب العالمين، اي حاجه من عندنا بتعيش الحمد لله رب شهاده يعني العميل بتاعنا الحمد لله. لان طبعا الخامه انت ممكن الحاجه تفضل عندك لحد ما تزهقي منها وما تستغلش. ما شاء الله يعني المحل عندك بيميز ان هو انت حاجه شكلها حلو وخامتها كويسه وسعرها كمان احلى. سعر كويس. والحاجات الشتوي طبعا اسعارها دي اسعار كويسه جدا الناس كلها بتقدر تعملها. لو لك كلمه اخيره او شكر لحد تقدر تقوله استاذ محمد، وانت كنت ضيف معانا النهارده. ده احنا اتشرفنا بوجودك معانا والله يا استاذ محمد. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك جدا. هتتابعوا طبعا على صفحه استاذ محمد البيج بتاعه سكر توخ، اللي عايز يعرف كل العروض الجديده هيلاقيها عليه. احنا كمان معانا يا عبدو رقم تليفونه والعنوان بتاع المحل بتاعه. المحل كمان استاذ محمد نورتنا والله النهارده. شكرا ليك. احنا بقى هنطلع تقرير، والتقرير ده هنشوف فيه فيديو مهم جدا هتشوفوه، وارجعوا لنا تاني خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وشوفنا فيديوهين
الفيديو بتاع الشيف شيف فاتن. والقناه بتاعتها اي بي سي صفرا. حلو الاسم قوي على فكره. حلو جدا. وشغل الحاجات الصغيره والحاجات دي جميله جدا. بتعملي شغل هاند ميد كمان صح كده؟ اشغلي يدويه. ست بيت مصريه اصيله بتعمل كل حاجه ما شاء الله. حاجات كتير في القناه هنا حوالي عامله 3 حاجات بس. بس ان شاء الله ان شاء الله نشوف حاجات اكتر منك وشغل اكتر. وشوفنا بقى فيديو للميك اب الجزء بتاع كشيمة الجميله بقى سلمى ربيع حبيبه قلبي. سلمى عامله ايه؟ الحمد لله. بصي مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. والله انا اكتر والله. حبيبتي تسلمي لي حبيبتي. ايه الحاجات الحلوه اللي شفناها في فاصل دي؟ ربنا يخليكي. شغلك ها؟ ايوه. حبيبتي يا سلمى. سلمى احنا يعني في الاول كده عايزين نعرف منك انت دخلتي في المجال ده وبيتي ميك اب ارتست يعني ازاي بقى؟ طيب هو انا في الاول خالص كانت بالنسبه لي هوايه. يعني ما كنتش في دماغي ان هي تكون بزنس او حاجه شغل ليا اساسي. بعد كده بقى بدات اطور من نفسي ولقيت ان لا انا عايزه ادخل بقى في مجال الميك اب وان انا يعني اشتغل ميك اب ارتست بقى. وكتير قوي ناس شجعوني وفعلا الحمد لله نجحت في ما شاء الله عليك. يعني على قد ما قدرت الحمد لله. لا ما شاء الله عليكي حبيبتي شغلك تحفه والله. ربنا يخليكي حبيبتي تسلمي. طيب ايه ندخل بقى في الاسئله المهمه بقى. اوكي. اسئله الميك اب وشغل الميك اب. انت انا حاجات عارفه ان انت غريبه واسماء اغرب. ايوه ما انت ما بتعرفش اي لاين لاين يعني الرجاله ملهاش في الميك اب خالص. مش عارفه اي لاين اي لاين لاين اي لاين لاين انت فاهمه يعني اغرب اسم سمعته للاي لاين لاين. هو ايه اسمه يعدو؟ انا مش مهم لو سالتني مش هيعرف. مش عارف مين ايه حاجه بتتحط اللي فوق. لا ده اللي تحت وده المخصوص عشان ايه وده مش ايه. ماشي تحطيه في الفرن يا شيف. الشيف معانا. ده ايه دي كوارع. طيب تعمل الكوارع دي بالكوارع وخلاص خلص. هتحط بس في الفرن بياخد مده. شم الريحه سلمى. ايوه شم. ما انا قلت لها رسمت حاجات مش هينفع يا دوب بس يحمر وشه يعني خلاص محتاجه يعني بس عشان اول ما يحمر الوش وخلاص بيطلع. اوكي خلاص يا سيدي. طيب سلمى الجميله بقى نرجع للميك اب ارتست الجميله سلمى. عايزين نعرف منك بقى الفرق بين انواع البشره وازاي تتعاملي معاهم في الميك اب. تمام. هي انواع البشره هم 4 انواع. في البشره الدهنيه والبشره الجافه والمختلطه والعاديه. دول هم الـ4 انواع من انواع البشره. البشره الدهنيه دي اللي بتكون كلها دهون. لكن البشره الجافه اللي بتكون جافه بالكامل. والعاديه بقى دي يعني جافه على مختلطه اللي هي يعني ما بين ده وده. بس هي دي الـ4 انواع من البشره. طب العرايس بقى العرايس بتوعنا اللي في عرايس الشتاء بقى. ايوه. عايزين نعرف بقى ازاي طبعا يعني مش هقول لك العرايس بس اغلب كل البنات عامه يعني بيبقى عندهم هالات سوداء تحت العين. بالظبط. فانت ازاي بتعرفي او ازاي بتتعاملي مع العروسه اللي فرحها خلاص معاها قرب يعني ازاي بتتعاملي مع العروسه بالنسبه للهالات السوداء؟ هي الهالات السوداء بتكون يعني درجات. في حد بيكون عنده كتير شويه. انا يا اما بتعمل بحاجتين يا اما بحط مصحح اورنج تحت العين ده عشان اكنسل بيه الهالات. يا اما ممكن استخدم مصحح يكون على اصفر شويه. تمام. الاثنين دول بيكنسلوا لي الهالات كويس جدا. حلو. يعني البنات اللي عندهم هالات سوداء تحت العين في اللي هو مصحح الاورنج وفي اللي هو الاصفر. وفي الاصفر ده الاثنين بيكنسلوا الهالات. طب يعني الاورنج الاثنين يعني لاي درجه الاورنج الغامق قوي لما بتكون الهالات تقيله قوي. فانا عايزه اكنسلها جامد. طبعًا. بعد كده خلاص خلصت دي اول ان انا خلاص كنسلت هالات. ابتدي بقى احط الكونسيلر يكون غامق شويه اغمق من درجه بشرتي. بعد كده بقى خلاص اتعامل عادي بقى كونسيلر فاتح وتمام جدا. يعني انا كويس انا عندي في البيت مصحح بس لونه اصفر ما كنتش عارفه ده بيستعمله ايه. لا الاصفر برده بيكنسل هالات حلو جدا بس هو بيكون عايز هالات تكون خفيفه شويه مش زي ال مش تقولي يا سلمى احنا كده يعني مش تقولي لي. طيب احنا كده عايزين دراسه الاول دراسه نعرف اللون ايه بيعمل بالزبط. ايه بالظبط. انت بص لو سمحت يا عبد الرحمن معايا في الفقره دي ما تتريقش على البيت ولا اي حاجه. لا خلاص احنا هناخد اتصال التليفوني الاول ونقول الو استاذه نهى. الو استاذه نهى. الو معاك نهى. اهلا بيك. انا كنت عروسه عند استاذه سلمى. انا حابه اشكرك جدا جدا يا سلمى. انتي يعني جميله وذوق واخلاق وكفايه ان انتي كان يعني ضلك طويل جدا معايا زهقتك كتير. ربنا يخليكي. بجد ربنا يكرمك. انا طلعت من عندك الناس كلها بقت عماله تشكر جدا ما شاء الله. ربنا يخليكي. وبقوا فرحانين قوي قوي يعني ما كنتش مصدقه بجد ان انا هطلع بالجمال دوت والدقه والجمال في المكياج بتاعك وفي ادائك كمان. الف مبروك يا عروسه. وانا بتمنى لك كل خير. الف مبروك جدا ليكي. متجوزه بقالك قد ايه؟ طيب بس نعرف الاول قفلت معانا قفلت. هي قالت حاجه مهمه جدا اللي هي كانت طويله البال.
يعني لازم تكون طويلة البال مع دي عجباني دي مش عجباني بيجننوكي في يعني شوف بتبقى فعلا على فكره دي نقطه مهمه جدا انا لازم اتكلم فيها ولازم اخد موقف عشان لما اجي احط ميك اب يعضوا لازم تخليني لازم بالظبط سيبها تاخد وقتها احنا بنحب نقعد 10 ساعات كده بقى الله يجمعك انا 5 دقايق بكون خمس دقايق انا هنام مفيش 5 دقايق دي مش هنلحق نحط الايلاينر اللي انت بتقول عليه ما بقاش اونلاين يا ريت الايلاينر مش هنلحق نحطه قال ايه قال قلت ايه؟ اي ناينر تقريبا حاجه زي كده مش عارف اسامي بلاش يا ده صمت افضل لك وحاجات كتير ليه هو كده وشويه جل وشويه جل ايوه يلا طيب هو فعلا اهم حاجه والله فعلا ان يكون عندي صبر يعني حتى ده للميك اب ارتست كلهم اهم حاجه صبر على العروسه هي بتكون متوتره بدرجه رهيبه فلازم نصبر فعلا عليهم ده يومهم يعني بس يا زلمه اللي يعني اللي بقى معاكي وانت تعملي ميك اب لازم ما يبقاش متوترين يبقى ربنا يخليكي ومفيش اي قلق ومفيش اي توتر خالص طب احنا كمان على فكره معانا صور لا معانا الفيديو الاول هتبدا بقى ايه نشوف المراحل واستاذه سلمى تعلق عليه وتشرح معانا في الفيديو بتاع مراحل الشرح الميك اب هينزل معانا دلوقتي وهيتعرض وتبداي بقى ايه مع الساده المشاهدين خطوه خطوه نبدا نشوف الفيديو معانا دلوقتي ايه اللي بيحصل بقى ده عشان انا اللي عايز اعرف انا هنا دلوقتي انا هنا الاول برسم لها الحواجب بتكنيك معين اسمه شعره شعره عشان تبان طبيعيه اكتر تمام وبعد كده نضفت تحت الحاجب عشان يظهر اكتر يعني وحطيت الكونسيلر الغامق اهو عشان يداري الهالات بقى اللي موجوده فوق جفن العين تمام وهنا اهو بحطها بعد كده هثبت بقى الكونسيلر ده بيكون نفس الدرجه يعني شادو يكون نفس درجه الكونسيلر ده هنا بحط زي كونسيلر فاتح عشان لما اجي احط الشادو يبقى ظاهر يبقى درجته ظاهره وحلوه ما تبقاش غامقه ده كورس يا جماعه والله ايوه بالظبط حطيت هنا بقى شادو كريمي عشان يكون زي بيز كده او يعني بطانه للون الشادو المات وبعد كده هثبته بقى كل حاجه بتثبت كل حاجه معموله لازم بالظبط ما ينفعش تبقى حاجه فيه كريم ركبت رموش وهنا بحط لها ارجان اويل اللي هو زيت ارجان ده بيرطب البشره حلو جدا جدا العرايس يعني اللي بشرتهم جافه ايوه اهو المصحح الاورنج ده عشان يداري لي الهالات وحطيت بعد كده كونسيلر نفس درجه البشره والفاونديشن بقى والموديل اللي معاكي برده اموره خالص عسوله خالص وبحط بقى كونسيلر فاتح عشان يعمل لي تنوير على شكل مثلث ده بيخلي يبقى فيه تنوير تحت العين ها عملتي كمان كونتور للبشره عملت كونتور وحطيت بلاش كريمي عشان يدي نضاره للبشره وبعمل بقى بدمه كل اللي حطيته على البشره طبعا انا عارفه ان عبد الله هو زمانه بيقول ايه كل الخطوات دي بصي متضايق ان هو يعني بصي هي خطوات كتير بس هتبقى حاجه حلوه في الاخر ثبت بقى تحت العين بلوز باودر وفي الجناب هنا عشان يعمل لي تنوير في البشره حطيت شادو بقى تحت العين نفس درجات اللي فوق بالظبط هايلايتر بقى البنات كلها بتموت فيه بتموت. يعني كل ما تكتري من الهايلايتر كل ما تنوري تبقي زي الاول بحطه في كل حته في البشره ده بقى اللوك الفاينل لوك في الاخر والله يا سلمى ايه رايك والله بجد ما شاء الله عليكي انت اساسا الناس بقى هم يقولوا لي رايهم بقى كمان يعني محترف احنا شفنا كل التقرير وشفنا ده بس احنا ايه هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني استنونا بعد الفاصل ان شاء الله ان شاء الله رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل بس بقى ايه احنا قعدنا في الفاصل شفنا وشمينا الريحه اللي الشيف فاتن عاملاها مش قادره اقول لكم يعني مش قادره والله اقول لكم الريحه عامله ازاي يعني المكان كله ريحته فظيعه فظيعه بس قبل ما نشوف بقى عملت ايه ناخد اتصال تليفوني والناس كده تشاركنا طيب اوكي ومعانا اتصال تليفوني يا استاذه بسمه الو 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 اتفضلي لو سمحتي سلمى بس الريحه سلمى على طول واخد بالك على طول لا انت ولا كسلتنا لما اتعاملت معاهم مجتهده جدا اي عروسه عندي من اصحابي من قرايبي لازم سلمى ربيع خلاص هي ميك اب ارتست العيله واصحابي كمان يعني واضح ان حد بيحبك جدا 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 يا سلمى بجد لا سلمى من نوع اولا طبعا اسعارها بالنسبه لبرا رخيصه جدا مجتهده جدا جدا ما تمشيش العروسه غير وهي مزقططه من فرحانه يعني اللي هو يلا اعملي ميك اب
وانت لا، لازم يعني كل حاجه وكل تفصيله بتهتمي بيها. ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك في شغلك ان شاء الله. ده اللي يميز سلمى بقى، ده اللي يميز ميك اب ارتست جميله سلمى. الحمد لله. ليك اي سؤال لسلمى؟ طيب يا بسمه، انا كنت عايزه اعرف بس الكونتور يا سلمى، عشان ده اكتر حاجه نفسي اتعلمها لنفسي، عايزاكي تعرفيني اكتر عن الكونتور. طيب وده ان شاء الله. اوكي، ها بنسالك، كنا هنساله برضو بس ما حضرتك تقدري تتابعينا دلوقتي، وهي برضو ايه هتعرفنا ده. نرجع بقى للشيف ونرجع نعرف الكونتور. الكونتور قلته صح، قلته صح. برافو يا شيف. ايه الاخبار كده؟ احنا خلصنا ايه وعملنا ايه؟ انا انا عملت سلطه، طبعا هي دي ما كانتش موجوده يعني، بس انا زودتها سلطه خيار بالزبادي وبالشبت. ان شاء الله تعجبكم. متقطع عباره عن خيار وطماطم. خيار متقطع رفيع جدا، وبصل متقطع برضو شرايح رفيعه. تمام. وزبادي بتحطي عليه ليمون وملح وشبت. لو حابه تغيري الشبت بكزبره او بقدونس مفيش اي مشاكل، كل واحد زي ما يحب. وعامله عليها دريسنج اسمه ليمون فينجريت. ده بيتحط بتحط ليمون على زيت. تمام. زيت زيتون عاملاها بزيت الزيتون بس. ممكن لو حد حابب زيت ذره مفيش اي مشاكل. تمام. وليمون وملح وفلفل وذره صغيره خالص كده، توم باودر. توم باودر. فوتقلبيه جامد جدا وتحطيه عليه. تمام. احنا طاجن الكوارع في طاجن الكوارع في الفرن، والفته جاهزه بس الاصلاح بقى الصلصه والطشه. اوكي. انا دلوقتي بعمل حاجه الحلوه بقى، سد الحنك. سد الحنك. في ناس كتير جدا على فكره ما بتعرفش تعمله يعني. يعني في ناس كتير جدا يعني من اسمه لا ما تعرفش عنه حاجه اصلا يعني. في ناس ما تعرفش يعني ايه سد الحنك. طيب احنا معانا سد الحنك برضو للناس اللي ايه حابه تعمله على طريق. سيبني انا اقول يا عبد المقادير لو سمحت، عشان المقادير عشان الحمد لله شايفه عشان ما اسمعش الكلام بعديها يعني. تقري المقادير وما اسمعش كلام. سد الحنك بقى. طيب اوكي. اللي بياكلوا من نصف كوب دقيق ونصف كوب سكر واتنين كوب لبن وسمنه بلدي. وسمنه بلدي. سمنه بلدي. وديكي 10 جنيه 50 لو قلت لي يعني ايه الحنك. لا خم. ايوه الحنك اللي بتحط فيه هو. يا سلمى هتتكلم والله ولسه عشان قلت اساعدك. بس قلت اساعدك. يلا على فكره هو دايما بيعمل معايا كده مع اني حاجات انا مش فاهماها. عشان شكرا يا عبد. طيب دلوقتي انا حطيت السمنه البلدي وبحمر فيها الدقيق، بحمره حلو جدا يعني اخليه يحمر كده. اللي بيحب ابيض برده مفيش مشاكل، بس هيبقى لونه فاتح يعني زي البشاميل. بس هو احسن ان انت تحمريه، بيدي طعم احلى. طعم احلى. وبعد ما تحمر ببقى محضره اللبن في السكر وكل حاجه. هي اصلها بتتعمل بالسيرب، ما بتتعملش باللبن يعني. سيرب بتاع البسبوسه كده بيتقلوها لان هي دسمه جدا ومسكره قوي. بس انا لا، هستخدم اللبن مع السكر. كلها دسمه النهارده. الوصفات كلها دسمه وكلها للشتاء عشان تدفي. سد الحنك وحاجات غريبه يعني. عايزه اقول لك ان السد الحنك ده فعلا يعني اللي بياكله على طول بينام يعني. اللي ياكل فعشان كده سموه عايزه شويه منه في البيت. شويه لحمه. انا ممكن والله ديده. ديده بابا ومامته وانا امشي بقى. تمام يا شيف، قبل ما تخلصي وصفاتك وتقدميها نرجع بقى لاستاذ سلمى والسؤال بتاع الايه استاذه بسمه. الكونتورينج. ايوه هو الكلام اللي بيقولوه ده. عايزين نعرفه. طيب هو الكونتورينج عموما هو بيكون غامق يعني، هو لون غامق. انا بحطه هنا كده في الاماكن تحديد الوجه مثلا. بالظبط، بحدد بيه الوجه لو انا عايزه انحف في اماكن معينه او ابرز اماكن واخفي اماكن يعني. هو بيستخدم لكذا شكل طبعا. كل وجه وليه تكنيك معين بستخدمه في الكونتورينج ده. فطبعا هو ليه قصه تانية كبيره. بس هو كمجمل هو بيظهر حاجات ونخفي حاجات تانية. هو صراحه الكونتورينج ده يعني ليه اهميه كبيره جدا. بالظبط طبعا. بنصغر حاجات كتيره جدا في حياتنا كلنا. فعشان كده برضو هناخد الاتصال التليفوني ده ونقول له الو. الو. ايوه ايوه ايوه. سالي. سالي معاكم. اهلا بيك يا سالي، اتفضلي. حابه اول حاجه اشكر البرنامج طبعا. ميرسي يا حبيبتي. والمذيعين القمر دول والميك اب ارتست سلمى ربيع ما شاء الله عليها. هي عملت لي قبل كده صوري. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا سلمى. انت حبيبتي يا سلمى. فطار يا سلمى، اتفضلي. تسلمي حبيبتي، ميرسي جدا. كل الناس سالتني مين الميك اب ارتست اللي عملت لك دي، وكل الناس كانت معجبه بيه ما شاء الله عليكي. بتستخدمي ماتيريال كمان حلوه والاسعار مناسبه بالنسبه للميك اب ارتست كتير جدا. بتعملي كمان ميك اب سيمبل يعني. حابه اشكرك. بصي انا مستنيه تخطب بس عشان تعملي. تنوريني والله. ان شاء الله تتخطبي قريب وتبقي عند سلمى ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي جدا ليكي يا سالي. ميرسي اتصالك يا سالي. شكرا ليكي جدا.
سلمى عايز اسالك سؤال مهم بقى، يعني انت هل انت معاكي تيم بيساعدك في الطرحه واكسسوارات العروسه والحاجات دي بقى؟ هو انا يعني الحمد لله معايا احلى تيم يعني اخواتي. اخواتي بالظبط، يعني مش حد من بره، هم اخواتي اختي بسمه ربيع وندى ربيع. هم بسمه هي بتعمل اكسسوارات العرايس، واختي ندى فان ديزاينر. احلى تحيه من برنامج بيتا وشيبا، احلى تحيه ليهم. وكمان معانا بقى ايه كوليكشن صور للوكات الجديده اللي هي 2020 هنعرضها معانا وهتنزل، والساده المشاهدين يقدروا يشوفوها. وهي دي عروسه قبل الميك اب، دي قبل الميك اب. لا دي مش هي، دي مش هي، دي حد تاني من الميك اب. اوكي تمام، ده لوك عروسه. ده لوك عروسه وعملت لها اللوش بينك، ودي برضو عروسه ثانيه ما شاء الله. دي عروسه ثانيه، دي خالص. بس دي بقى الروج كان بلاس شويه، مش مط عشان دي بقى هي الاول واحده ما شاء الله، دي اللي كانت قبل في الاول خالص. اموره خالص. ايه رايك في التغيير؟ هي امر طبعا في الحالتين، بس الميك اب بيغير بقى. بس فعلا يا قبل وبعد ما شاء الله عليها يعني. لا وعروسه رقيقه خالص. ده البيج بتاعك سلمى؟ ده البيج بتاعتي بالظبط، ده البيج بتاع الفيسبوك طبعا، بينزل عليه كل حاجه واللوكات الجديده والحاجات الجديده كلها. احنا كمان معانا رقم تليفون سلمى اللي حابه تواصل معاها ان شاء الله بعد الهوا، عشان المناسبات السعيده بقى. ايوه ان شاء الله. سلمى طب احنا عايزين نعرف منك بقى. شكرا جدا للتفاعل. عايزين نعرف منك بنات الجامعه الميك اب بتاعهم تنصحيهم بيه بقى؟ الميك اب هي طبعا السؤال ده بيتسال لي كتير جدا من البنات اللي هم الطالبات اللي في الجامعه. هو اول حاجه المفروض يعملوها يحطوا سان بلوك قبل ما يحط، هو الاول لازم يكون الميك اب هادي جدا جدا يعني. اول حاجه يحطوا سان بلوك تحت الميك اب عشان حمايه من الشمس، وبعد كده يبتدوا يحطوا فاونديشن يكون خفيف جدا، ويعتمدوا ان كل حاجه تكون كريمي، لا سواء كان بلاشر او كونتور، كريمي عشان تكون طبيعيه خالص على البشره. ويعتمدوا بس ان كل حاجه تكون هاديه قوي على بشرتهم. لو عملوا كده فعلا الميك اب هيبقى حلو قوي، وده ميك اب نهاري يعني. طب ممكن طبعا بقى برضو اكيد العيله عند سلمى، اي حد هيتجوز خلاص ما عادوش محتارين. أيوة ولا زعلانين فعلا. سالوا بقولهم انا اللي مظلوم على فكره عشان طب سلمى ممكن تقول لنا اكتر موقف بقى محرج اتعرضت له من العرايس، وايه النصيحه اللي تقولها للعرايس بقى؟ احكي لنا اول موقف. اوكي اكتر موقف محرج. تمام، وانا تعرضت لموقف محرج جدا صراحه. المفروض ان كان يعني عريس متقدم لي. تمام. والعريس ده انا يعني ما حصلش نصيب ورفضته وكده، وبعد كده اتفاجئ ان العريس ده جاي ياخد عروسته من عندي، كنت بعمل لها ميك اب. فطبعا يعني كان موقف محرج جدا جدا. سلمى انت مخطوبه ولا حاجه؟ لا انت بصي انت زي القمر هيجي لك عصام من برنامج ده سلمى، بس انت لسه ما تخطبيش لحد دلوقتي. لسه والله يعني ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. اريد عريسا. ايوه هو يعني انا كنت بحسب بقى مثلا كريم ازاله بدل ما تحطه على شعر حطيته هنا نزل الشعر حاجات كده. لا 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 الحمد لله. لا 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 هو ده ممكن بالنسبه لي محرج اكتر من اي حاجه ثانيه. هو ما كانش يعرف ولا ايه؟ ما كانش يعرف ان انا، والله وانا مش عارفه، انا ما سالتوش، بس انا سلمته عرفته وخلاص. مش كان هنعديها. ايوه عادي عادي. سلمى انت بصي ما شاء الله عليكي حبيبتي، شغلك روعه والله بجد، مش عشان انا اعرفك او كده، بس انت فعلا شغلك روعه بجد، وبنات بيحبوك جدا الحمد لله، وانت فعلا صبوره وما شاء الله عليكي، بتخرجي العروسه ومن زي ما قلت المتصله بسمه ومزقطه ضحكه. ايوه الحمد لله. فحبيبتي اتمنى لك كل التوفيق، ودايما متالقه كده ومنوره في كل مكان حبيبتي. واكيد بقى ايه لسه الحته المهمه. إيه يعني استاذ سلمى زي ما شاطره في الميك اب شاطره في المطبخ؟ بحاول زي ما تبوتي. لا عشان ماما لو سمعتني كده. لا ماما بتسمعنا دلوقتي. ايوه يعني مش قوي الصراحه. بحاول. لا لا برضو يعني عريس المستقبل اكيد بتعرف برضو يعني حضرتك. أيوة. يا بتعرف. أيوة. بس هي مش عايزه تقول. بس ان شاء الله يعني انا هحاول، اوعدك ان انا هحاول. ان شاء الله نرجع بقى المطبخ. راح طلعت وكل حاجه. ايه الاخبار؟ خلصنا كده خلاص؟ كل حاجه جاهزه ما عدا بس سد الحنك اتحط في الفرن. تمام احنا كده خلصنا كده الوصفات بتاعتنا. عملنا ايه وايه يا شيف؟ نقول بس الوصفات. عملنا الفته، عملنا الطاجن الفته، طاجن الكوارع، وعملنا فته الكوارع. تمام. والسلطه معانا، والسلطه سلطه الخيار بالزبادي وسد الحنك. خلاص هيدخل الفرن. ايه سد الحنك هيدخل الفرن وايه، وان شاء الله هيطلع. هو المفروض يقعد قد ايه في الفرن عشان يا دوبك برده وشه يحمر بس. بيقعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق ونقدر نطلعهم ونقدر ممكن نحطه في حاجه. خلاص ولا بارد يعني؟ بارد بيتاكل اثنين ساقع او سخن، بس في الشتاء طبعا احسن ان هو يتاكل سخن. يعني الافضل يتاكل سخن.
احنا طبعا عايزين نشكر ضيوفنا اللي كانوا معانا النهارده، وعايزين نشكر استاذ محمد صاحب محل السكر للملابس. ملابس حاجاته حلوه قوي واسعاره جداً. حلوه جدا 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 والله جدا. وطبعا تقدروا تتابعوه وتابعوا العروض بتاعته على البيج بتاعه. في عروض يا جماعه، في عروض كتير، في هدايا وفي حاجات حلوه قوي عنده والله على البيج بتاعه. كلمه اخيره تحبي تشكري بيها حد يا شيف، توجهي بيها للشكر، اتفضلي. انا طبعا اشكر ربنا ان شاء الله انه وفقني واكون معاكم، واشكر طبعا سد الحنك هنا بقى كده في الاول كده. بس هو كان عايز يتحمر يعني، هو لازم وشه يحمر تمام. وطبعا اشكر والدتي لان هي اللي معلماني اساسات الطبخ، وجوزي بقى واولادي وكل اللي بيحبوني ويشاهدوني ان شاء الله بشكرهم جدا. مين بيصورك في القناه بتاعتك؟ اللي بيصورني ابني الصغير. ابنك الصغير اللي مسؤول عن القناه. هو المسؤول عن التصوير ومسؤول عن كل حاجه معايا. حابب يتابع الشيف فاتن على قناه اليوتيوب، قناه اليوتيوب اسمها اي بي سي سفره. اي بي سي سفره برضو قناه اليوتيوب وقناه الفيسبوك. وشكرا ليك جدا، بتعمل وصفات حلوه عليك. وشكرا لوصفاتك، وكنت معانا جدا، نورتونا نورتونا جدا ضيوفنا الكرام. نورتيني النهارده يا حبيبتي. انا بس عايزه اشكر والدتي جدا لان هي يعني سبب في وصلنا له انا واخواتي، ووالدي الله يرحمه برضه هو السبب في كل اللي انا وصلت له ده الحمد لله. ربنا يبارك لك فيها يا رب، ويخليك اخواتك كلهم يا رب. شكرا جدا، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما. يوم الاربعاء الساعه 4. باي باي.